السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد الغنام. إن شاء الله النهاردة هنكمل شرح الأوتوكاد. تقريبا النهاردة المحاضرة رقم 6 في شرح الأوتوكاد وأوامر الأوتوكاد. الكورس ده بيفيد كل المهندسين المبتدئين في مجال التصميم الكهربي للمباني. فالأوتوكاد زي ما قلنا قبل كده من البرامج المهمة اللي بيحتاجها أي مهندس علشان يقدر يعمل التصميم بتاعه بسهولة، فهي أداة تستخدمها للتصميم. طبعا في المحاضرات اللي فاتت المفروض رسمنا الكلام ده. في المحاضرات اللي فاتت تقريبا رسمنا الكلام ده، فتعرفنا على الاوتوكاد وقلنا الاوتوكاد ده برنامج رسم عبارة عن مجموعة من القوائم زي درو، زي موديفاي، زي دايمنشن، زي انسيرت فورمات. دي قوائم الاوتوكاد، ودي قوائم مهمة جدا تقدر تستخدمها في عمل الرسومات بتاعتك. اشتغلنا على قائمة الدرو، شرحنا كل الأوامر تقريبا، اللاين والري والكونستراكشن لاين والمالتي لاين والبولو لاين والارك والسيركل والدونات والاس بي لاين والاليبس والبلوك والتيبل والهاتش، وكل الأوامر دي شرحناها. النهاردة ان شاء الله هنشتغل على أوامر قائمة موديفاي. قائمة موديفاي من خلالها تقدر تعمل تعديل على الرسم. على سبيل المثال في عندي في موديفاي على سبيل المثال في عندي في موديفاي هاجي على هوم كده، الاقي عندي موديفاي، هلاقي اوامر بقى الاريز ده لو انا عايز احذف اوبجكت معين، في عندي امر كوبي لو عايز اعمل نسخ من رسمه لنفس الرسمه، في عندي امر ميرور لو عايز اعمل مرايه للشغل بتاعي، في اوفست لو عايز اعمل توازي، عندي خط وعايز اعمل له متوازيات على مسافات معينه فممكن استخدم امر اوفست، امر موف لو عايز اعمل كات للشغل بتاعي انقله من مكان لمكان تاني، في امر روتيت، في امر سكيل، في امر تريم، في اكستند بريك جوين، في عندي امر فيلت. فدي اوامر هامه في الاوتوكاد. طيب احنا المره اللي فاتت او شرحنا اللايرز وعرفنا يعني ايه لايرز، واللايرز دي طبقات، يعني المفروض المهندس المعماري بيجيب لي رسمه، الرسمه دي بيبقى فيها حاجات كتيره جدا، فيها محاور، فيها ابعاد، فيها فرش، فيها سكاشن، فيها حاجات كتيره جدا. فالمفروض ان انا ككهرباء محتاج اوزع الاضاءه، فمش محتاج كل الكلكعه اللي في الرسمه، فببدا افهم الرسمه وببدا انظف الرسمه، يعني اطفي الليارات اللي انا مش محتاجها، وبعد كده ببدا اكريت ليارات خاصه بيا، ليارات بقى للكشافات، اعمل لير مثلا لايتنج فيكستشر ارسم عليها الكشافات، لير بقى للوايرنج، لير للسويتشات. ده لو انت هتكريت ليجند خاصه بيك، لكن لو انت شغال مع مكتب تصميم بيكون موفر لك ليجند جاهزه بتقدر تستخدمها على طول، واوتوماتيك هي بتبقى معموله على ايه؟ على ليارات. طبعا هنشتغل النهارده على قائمه موديفاي، ففي عندي على سبيل المثال رسمه زي دي كده. في عندي مثلا ممكن نجيب رسمه من الرسمه عندي، هدخل على الداتا سيشن مثلا 3، هاجي الاقي بلانات، هلاقي رسمه زي دي كده، هنبدا نشتغل عليها. طيب دي رسمه يا باشمهندسين زي ما انتم شايفين كده، دي رسمه متوزع عليها شغل الاضاءه، وفي رسمه تانيه زي دي كده متوزع عليها شغل اضاءه برضو، وفي عندي جداول ليجند زي دي كده، دي جداول ليجند رموز كشافات تقدر تستخدمها في البروجكت بتاعك، في عندنا برضو رموز زي دي كده تقدر تستخدمها، دي ليجند جاهزه. دي رسمه معماري المفروض ان انا عايز اعمل لها تصميم اضاءه. احنا النهارده ما بنعملش تصميم اضاءه، احنا بنعمل اوتوكاد او بنتعلم الاوتوكاد. فعلى سبيل المثال هنشرح قائمه موديفاي النهارده. اول امر في موديفاي اللي هو اريز، اريز ده لو انا عايز احذف اوبجكت معين، على سبيل المثال انا هاجي على الرسمه دي كده وعايز مثلا اعمل ديليت للكشافات دي، الكشاف ده والكشاف ده وده وده، الاربع كشافات دول. فاول حاجه انا بعمل سيلكت للكشافات بتاعتي، اعمل لهم سيلكت ازاي؟ ممكن اضغط كليك شمال على الكشاف وابدا اعمل اد للكشاف ده، فانا عملت سيلكت الاربع كشافات، اقدر اكتب حرف الاي اللي هي اختصار اريز، وهعمل انتر فالكشافات دي اتحذفت بكل بساطه، هعمل اندو كنترول زد وارجعهم تاني. طب انا لو عندي مجموعه كشافات كتيره وعايز اعمل لهم سيلكت بسهوله جدا، فاضغط كليك شمال هنا كده واسحب بالماوس، سحبت من ايدي اليمين رايح على ايدي الشمال، زي ما انتم شايفين طلع لي شاشه خضراء. الشاشه الخضراء دي في السيلكت لو مرت على اي جزء، اي خط او اي كشاف او اي حاجه
بتبدأ تعمل سيلكت لكل الحاجات دي. فلو ضغطت هنا كليك شمال عمل سيلكت للكشافات وغير الكشافات. طب انا عايز اعمل سيلكت للكشافات بس، زي ما قلت لك ممكن سيلكت كشاف كشاف، او تضغط هنا كليك شمال وتسحب من ايدك الشمال رايحه على ايدك اليمين طلع لك شاشه زرقاء. الشاشه الزرقاء دي هتعمل سيلكت لكل الاوبجكت اللي موجوده جوه الشاشه الزرقاء، لازم الاوبجكت كامل يبقى جوه الشاشه الزرقاء. لو هتلاحظوا ان الكشافات فقط هي اللي جوه الشاشه الزرقاء، لكن الخطوط انا لامس جزء بس منها، فاضغط كليك شمال هنا الكشافات اتحددت معايا، اقدر اعمل لها اريز دلوقتي، هكتب اي وانتر فاتحذفت الكشافات بكل بساطه، وتقدر تعمل لها ديليت برضو. طيب هعمل اندو تاني، هنستخدم في عندي امر كوبي اللي هو ده لو عايز اعمل نسخ الكشافات دي من الرسمه لنفس الرسمه، فاول حاجه احددها بالشكل ده بكل بساطه، وهكتب الامر او ادخل القايمه اجيب الامر اختصار امر كوبي اللي هو سي او واعمل انتر، قال لي سبيسيفاي بيز بوينت، يعني اختار النقطه اللي هتسحب منها. طبعا دي مهمه جدا، يعني انا مثلا عندي بلاطات سقف معلق اللي هي 60 في 60 سنتي خلاص، فالمفروض الكشاف ده يبقى في قلب البلاطه، فالبيز بوينت بتاعتي ما اخدهاش من النص، اخدها من الكورنر وراح احطها في الكورنر بتاع البلاطه. فعلى سبيل المثال هضغط هنا البيز بوينت بتاعتي كليك شمال وهسحب بالماوس، عايز انزل كشافات هنا اضغط كليك شمال انزلها هنا كليك شمال كليك شمال كليك شمال، فقدرت اعمل كوبي للكشافات بتاعتي بسهوله جدا. طيب هنيجي على بعد كده في موديفاي، في عند امر موف لو انا عايز اعمل كات للكشافات دي وانقلها مكان تاني، فبعمل لهم سيلكت عادي جدا وبكتب الامر بتاعي اللي اختصاره ام واعمل انتر، قال لي سبيسيفاي بيز بوينت اختار الكورنر بتاعي واسحب بالماوس، عملت لهم كات من المكان ده للمكان ده. طيب انا دلوقتي استخدمت امر كوبي وامر موف. طب كوبي ده لنسخ رسمه، لنسخ اي اوبجكت من الرسمه لنفس الرسمه. طب تخيلوا معايا ان معايا رسمه زي دي كده، والمفروض انا عايز اعمل لها ديزاين اضاءه. علشان اعمل لها ديزاين اضاءه اول حاجه بفهم الرسمه، تمام؟ لما نيجي ان شاء الله نعمل ديزاين اضاءه فهمكم الرسمه دي عباره عن ايه. طيب تاني حاجه قبل ما ادخلها على برنامج الدايلكس، قبل ما اعمل لها امبورتنج على برنامج الدايلكس ببدا انضف الرسمه، يعني اشيل اعمل فريز للليارات اللي انا مش محتاجها، هجيب لير فريز دي واجي اطفي وليكن المكاتب مش محتاجها، الكلام ده مش محتاجه، الفرش ده مش محتاجه، هبدا ان انا انضف الرسمه وهيئها للشغل بتاعي. طبعا البلاطات دي محتاجه مثلا في شغل اضاءه فاسيبها زي ما هي خلاص، ببدا انضف الرسمه بالشكل ده وهبدا ادخلها على برنامج الدايلكس، وهبدا احسب الاناره لكل غرفه، مثلا عملت حسابات الاناره للغرفه دي والغرفه دي والغرفه دي والغرفه دي والطرقه والغرفه دي. فالدايلكس بعد ما بخلص الشغل بتاعي بيطلع لي اوتبوت، بيطلع لي اوتبوت اوتوكاد، يعني بيطلع لي الغرف اللي انا اشتغلت عليها في رسمه اوتوكاد، الغرف دي بيبقى نازله في البوزيشن بتاعها بالظبط، كل غرفه فيها الكشافات بتاعتها خلاص. طيب على سبيل المثال الخارج بتاع الدايلكس بيبقى بالشكل ده اللي هو اوتوكاد لي اوت فروم دايلكس، ده لنفس البروجكت اللي كنت بشاور عليه، دي غرفه ودي غرفه ودي طرقه ودي غرفه ودي غرفه، دي موجوده في المعماري، فانا عايز ابدا افرش الكشافات على المعماري، فبكل شياكه المفروض ان انا بحدد الشغل بتاعي ده كده، وهعمل علشان انسخ من رسمه لرسمه ثانيه بعمل كنترول سي او كنترول شيفت سي. كنترول سي هنسخ من غير بيز بوينت، كنترول شيفت سي هنسخ ببيز بوينت. يعني على سبيل المثال الغرفه دي انا عارفها في المعماري، وعارف مثلا الكورنر ده في الرسم المعماري، او عارف الكورنر ده في الرسم المعماري، او عارف الكورنر ده في الرسم المعماري بتاعي، فبختار اي بيز بوينت انا عارفها هنا وعارفها في المعماري، هعمل كنترول شيفت سي، قال لي اختار البيز بوينت، هاجي في الكورنر ده بكل بساطه واضغط كليك شمال، تمام؟ هفتح الرسمه بتاعتي اللي هي الجراوند دي واعمل كنترول في، كنترول في، هتبص تلاقي الكشافات نازله معاك، اروح في نفس المكان ادي الغرفه وادي البوينت او البيز بوينت بتاعتي، هضغط كليك شمال هنا هتلاقي الكشافات نازله في الغرف بتاعتها. طبعا يعني بنعمل فريز للخطوط دي كده، والارقام دي مش محتاجها والكلام ده مش محتاجه، وانا بسيب الكشافات في اماكنها فقط. طبعا باجي بقى طالما ده سقف معلق او كده بلاطات 60 في 60 سنتي، فببدا كاريت ليجند خاصه بيا، يعني برسم كشاف ابعاده 60 في 60 سنتي، او لو عندي ليجند وليكن عندي ليجند بالشكل ده ممكن اجيب كشاف زي ده اللي هو اف 1 مثلا واعمل له كوبي كنترول شيفت سي،
واخد من بيز بوينت او ترسمه، احنا اتعلمنا ازاي نرسمه على الاوتوكاد، وهاجي على الرسمه بتاعتي وهاجي اعمل كنترول في، اهو الكشاف ده واخد رقم 2. طبعا انا استخدمت كذا نوع من الكشافات، فكل نوع هيبقى له رمز خلاص. وبعد كده الرموز دي بنحطها في جدول اسمه لايتنج ليجند، وببدا اوصف كل حاجه. هاخد الكشاف ده واعمل له سي او انتر كوبي، اخد بقى من البيز بوينت من هنا واجي في قلب البلاطه. طبعا الكشاف كده يعني الاصفر ده واخد كذا بلاطه، فانا باجي في اقرب بلاطه وليكن هنا كده اهو، وحطيت الكشاف في البلاطه دي. لو عملت زوم هلاقي عندي مشكله. طبعا انا مفعل الاوبجكت سناب، يعني المفروض ان الكورنر ده يبقى لما اجي عليه كده يظهر معايا ان ده الكورنر بتاعي. طبعا الاسناب مش حاسس بالهاتش، ادي عندي هاتش زي كده، فالاسناب مش حاسس بالكورنر ده. فعلشان اخلي الاسناب يحس بالكورنر، المفروض ان انا بعمل كليك يمين بالماوس وبختار اوبشن، وباجي دلوقتي على حاجه في الاوبشن اسمها درافتنج، وباجي على اوبجكت سناب اوبشن في اجنور هاتش اوبجكت، اشيل علامه الصح دي، يبقى مش هيعمل اجنور للهاتش اوبجكت. اعمل اوكي. هاجي بكل بساطه اخد الكشاف ده كده، هعمل له موف مثلا، هعمل ديليت اسف للكشاف ده اهو، وهبدا اجيبه من الاول سي او انتر، واخد من البيز بوينت واجي في قلب البلاطه. هتلاقي الايه؟ هتلاقي الكشاف، هتلاقي الاسناب حاسس بالبلاطه. معلش ارجع لاوبشن تاني واجي اشيل علامات الصح دي كده واعمل اوكي. هاجي اخد الكشاف بتاعي واعمل له كابي سي او انتر، اخد من الكورنر اروح في الكورنر بكل بساطه اهو. طبعا في مشكله بسيطه، تقريبا يعني الكشاف جه في قلب البلاطه بالظبط، بس انا ممكن اعمل له موف ام انتر، هجيبه من هنا، انا بحب شغلي يبقى مظبوط جدا يعني. فاصبح دلوقتي الكشاف في قلب البلاطه. ببدا اخد الكشاف ده اعمل له كوبي، واجي بقى على الايه، احطيت كشاف هنا، اسيب مثلا بلاطتين واحط كشاف، هسيب بلاطتين واحط كشاف مثلا، هسيب بلاطتين واحط كشاف. فبدات اوزع الكشافات في اماكن، وابدا اخد الكشافات دي واوزعها في باقي الايه الاماكن بتاعتي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي امر كوبي ازاي تنسخ من رسمه لنفس الرسمه، عرفنا امر موف، عرفنا ازاي تنسخ من رسمه لرسمه تانية. طيب تعالوا مع بعض نشوف بعد كده، هنفتح الرسمه دي، في عندي في موديفاي امر اسمه ميرور. ميرور ده ان انا بعمل مرايه للشغل بتاعي. بمعنى ايه؟ بمعنى يا باشمهندسين لو انا عندي وليكن لاين اهو، عندي لاين بالشكل ده اهو، اغير اللون علشان الناس تبقى شايفه اهو. طيب هفترض ان انا عندي شغل كهرباء في المكان ده، هنفترض هرسم مجموعه خطوط بالشكل ده كده اهو، اي حاجه. الكلام ده هنفترض ان الخط اللي في النص ده اسمه الميرور لاين، ده خط بيقسم مثلا يعني على سبيل المثال عندي شقتين شبه بعض بالظبط، فانا بعمل شغل الكهرباء في شقه وبعدين بعمل ميرور للشقه دي الناحيه التانيه، فبرسم لاين، اللاين ده بيبقى في النص بالظبط تمام. لما يكون عندي معماري سيمتريكال ولا حاجه، فانا برسم خط في النص بالظبط وببدا احدد الشغل بتاعي وابدا اعمل له ميرور. حددته كده، هكتب ام اي انتر، هكتب ام اي، قال لي ميرور، اعمل انتر، قال لي سبيسيفاي فيرست بوينت اوف ميرور لاين، فباجي اضغط كليك شمال على الخط اللي رسمته. قال لي سبيسيفاي سكند بوينت اوف ميرور لاين، انا عايز اجيبه من الناحيه الثانيه، عايز اجيب الشغل بتاعي ده الناحيه الثانيه، فاضغط اختار السكند بوينت على نفس الخط، اضغط كليك شمال، فطلع لي رساله قال لي اريس سورس اوبجكت، يعني انت عايز تشيل السورس ولا لا، يس او نو، واي او ان. فانا عايز اسيب السورس زي ما هو، ممكن اختار نو من هنا، او اكتب حرف الان واعمل انتر، فاتعمل ايه؟ ميرور للشغل بتاعي. تعالوا نتخيل معايا رسمه زي دي كده، وعندي شقتين شبه بعض بالظبط، الشقه دي زي دي بالظبط، هنا استقبال وهنا استقبال، هنا غرفه وهنا غرفه، هنا بلكونه وهنا بلكونه، هنا غرفه وهنا غرفه زيها، هنا غرفه وهنا غرفه زيها. واحد يقول لي يا باشمهندس طب يعني هفترض ان انا اشيل الشغل بتاعي اللي موجود هنا اهو، هشيل شغل
الكهرباء اللي انا موزعه هنا ده اهو يا جماعة في الاستقبال ده. وهاجي دلوقتي هفترض ان انا راسم ميرور لاين. الميرور لاين ده الشقتين قد بعض بالظبط، فبرسم خط من النص لاين، وهاجي هنا كده في الميد وارسم خط، ده الميرور لاين بتاعي اهو. بعد كده هبدأ احدد الشغل بتاعي بكل بساطة اهو، اللي انا عايز اعمل له ميرور الناحية التانية اهو. طبعا الحاجات دي مهمة جدا لما تيجي تعمل ديزاين، هتلاقي الديزاين معاك بسيط ان شاء الله، يعني انت بتبقى فاهم تكنيكال وازاي تعمل ديزاين، وبعد كده تستخدم الاوتوكاد. فالاوتوكاد مهم جدا كوسيلة ان انت تقدر تطلع التصميم بشكل كويس. حددت الشغل بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، هبدأ اكتب ام اي اللي هي ميرور واعمل انتر. قال لي سبيسيفاي فيرست بوينت اوف ميرور لاين، هضغط كليك شمال على الخط. سبيسيفاي سكند بوينت اوف ميرور لاين، اضغط كليك شمال على نفس الخط. قال لي ريسورس اوبجكت، اقول له نو. هتلاقي الشغل بتاعي اتنقل بكل بساطه. تمام. طيب تعالوا بعد كده يا باشمهندسين نشوف في موديفاي. في عند امر اوفست، اوفست لو انا عندي خط عايز اعمل له متوازيات، يعني افترض ان انا عندي خط خلي اللون اصفر مثلا، وهاجي دلوقتي عندي خط ادي لاين بالشكل ده. الخط ده انا عايز اعمله اعمل منه متوازيات على مسافات معينه، فبكتب الامر اللي هو او انتر، اوفست اختصارها او انتر. قال لي سبيسيفاي اوفست ديستانس، فاضغط كليك شمال هنا وامشي يمين او شمال على حسب بقى انا عايز اعمل اوفست انهي اتجاه. فطبعا عايز اعمل اوفست وليكن على 5، واعمل اكتب 5 واعمل انتر. قال لي سيلكت اوبجكت تو اوفست، هضغط كليك شمال هنا عمل لي اوفست على 5، هضغط كليك شمال هنا عمل لي اوفست على 5، هضغط كليك شمال هنا عمل لي اوفست على 5، كليك شمال اقدر حتى اغير المسافه بينهم وليكن عايزها 2، اعمل انتر فعمل لي الخطين دول المسافه بينهم على كام؟ على 2. طيب في امر بعد كده في الموديفاي اسمه اكستند. اكستند ده لو انا عندي على سبيل المثال خط لاين ال انتر بالشكل ده، خطوط بالشكل ده كده، ادي لاين، خطوط بالشكل ده كده يا باشمهندسين. فانا هعمل ايه؟ عايز الخطوط دي اعمل لها اكستند على الخط ده. فبكل بساطه بحدد الخطوط بتاعتي وبكتب اي اكس انتر، وقال لي سيلكت اوبجكت تو اكستند، باجي اعمل سيلكت للخطوط دي كده فبيتعمل لها اكستند بسهوله جدا اهو. ادي اكستند، واضغط الخط ده والخط ده كده واعمل انتر، واجي اضغط على الخط بتاعي. ما اعرفش مش عايز يعمل اكستند ليه. تمام. طيب كده انا عملت اكستند. كده النهارده عرفنا امر كوبي، امر موف، ازاي نعمل نسخ من رسمه لرسمه ثانيه، عرفنا امر ميرور، عرفنا امر اكستند. اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو ده، وفي فيديو كمان ان شاء الله النهارده.